العالمية الثانية كان التنسيق لم ينقطع مع المخابرات الأمريكية، واليوم التنسيق يتم مع المخابرات الأمريكية والموساد، نعم. ليست الأمريكية فقط. هذه مرحلة لم تنتهي منذ ظهور الوهابية حتى اليوم. طيب أعود إلى استوديو إلى الدكتور مصلي. دكتور مصلي، يعني هل دعم طالبان وجند الله يتلائم بشكل مباشر مع التيار الوهابي السلفي الذي تحدثنا عنه الآن، وبالتالي يمكن القول أنهم من طبيعة واحدة، يعني حتى نحاول نعطي دلالة لما يحصل؟ نعم، طبعا الطبيعة واحدة فكريا وعقائديا ومن الناحية التمويلية. نعم، هلا هدف هذه المجموعات في الأساس هو نشر الفكر الوهابي بالقوة. يعني الوهابية عندما نشأت قامت على قتل المسلمين بالدرجة الأولى وانتشارها في الجزيرة العربية. اليوم الأمور طبعا اختلفت، لكن عندما تحدث عن تمويل حتى نوضح هذا التمويل، نتحدث عن تمويل عبر واضح التمويل سعودي، يعني واضح التمويل. نعم. يعني ما بعتقد يعني هذا أصبح شيء من المسلمات، يعني أنت عم تحاول مسلمات العلاقات من ما بين أجهزة المخابرات السعودية والأمريكية والباكستانية مسلم بها منذ الحرب ضد أفغانستان، مرصود واستمرت. نعم. اليوم مثل ما ذكرت لك في 400 مليون دولار. نعم. مرصودة لزعزعة النظام، كيف بدي استعملوها؟ مجاهدي خلق. نعم. جند الله، وقد ترى بكرة مجموعات أخرى مثل ما شفنا بالعالم العربي تظهر. أنا شخصيا أتوقع فقط عن إيران، على كل حال تحدث عن هذا الامتداد على مستوى المنطقة طبعا، لكن إيران غير معذورة عن المنطقة. نعم. يعني بنهاية الأمر سيكون في تدخل، وخاصة إذا كان اليوم تحول المشروع من مشروع يعني الضغط عليها سياسيا إلى محاولة خرقها من الداخل. انت شوف شو حصل بعد الانتخابات في إيران. صحيح. هذا مؤشر كمان. معناته أنه إيران اليوم وضعت على الأقل من الخارج على سكة اصطدام بشيء ما. قد يكون دولة كبرى مجاورة أو يكون الداخل تفخيخ الداخل. نعم. وخاصة نحن مثل ما أنت ذكرت أنه هذه المنطقة تحولت من منطقة يشرف عليها البوليس العادي إلى حراس الثورة، يعني في وعي لذلك هم المستهدفون. نعم. أتحول إلى طهران من جديد وإلى حجة الإسلام قرباني. حجة الإسلام قرباني، يعني لأدخل في مسؤولية إيران المباشرة، مسؤولية الحكومة الإيرانية، كيف ستتعامل مع هذه الحرب الاستخباراتية الأمريكية السعودية سواء عبر الوهابية أو عبر الأجهزة ضدها؟ هل هي حاضرة للمواجهة للاستيعاب؟ كيف يمكن أن تواجه هذه المرحلة؟ تفضل. دولة إيران دوتو إقدام رو، الحقيقة أن الحكومة الإيرانية يجب أن تقدم على عملين وستقدم على ذلك. الأول بذل الجهود للتعرف على المجرمين القتلة واعتقالهم ومعاقبتهم، وحاليا أن المسؤولين الأمريكيين طلبوا من المسؤولين الباكستانيين أن يتعاونوا في التعرف على العناصر الإرهابية التي توقفت وراء هذه العملية، وهناك اتصالات جارية. وأعتقد أن الحكومة الإيرانية أيضا سوف عليها أن يكون حضور في المجاميع والأوساط الدولية لشرح الواقع الأمريكي الصهيوني الداعم للإرهابيين هؤلاء الذين يهاجمون على الدولة بهدف القضاء على عدد قليل من الإرهابيين. الأمريكيون هم أسسوا هؤلاء الإرهابيين أو خلقوا أو أوجدوا هؤلاء الإرهابيين، ثم يقولون بدعوى القضاء عليهم يعتدون على دول أو يقتحمون دول أخرى. على حال نحن نلاحظ أن هؤلاء الإرهابيين لهم مقار ومكاتب في دول وتعمل علانية، والولايات المتحدة تسكت وتعرفهم. الشقيق ريغي زعيم هذه التنظيم هو معتقل في إيران، واعترف بأن الأمريكيين كانوا على اتصال مع شقيقه ومولوا بالمال والأسلحة. أعتقد أن هذه وثائق دامغة يجب أن تقدمها إيران وستقدمها إلى الأوساط الدولية لتعريها علانية. وثائق دامغة يمكن لإيران أن توظفها لصالح الأمة. على كل حال أشكر انضمامك إلينا حجة الإسلام الشيخ موسى قرباني عضو اللجنة القضائية في مجلس الشورى الإسلامي. أشكر انضمامك إلينا من طهران.
كما نشكر انضمام عبد الحليم العزمي الحسيني رئيس تحرير مجلة الإسلام وطن من القاهرة، ونشكر حضور الدكتور أحمد مصلي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الإسلامية في الجامعة الأمريكية. نشكركم مشاهدين على المتابعة، والسلام عليكم.